قبل ساعات من العودة المدرسية حبينا نزوروا مركز البيداغوجي اللي يزود المكتبات بالكتب. حبينا نشوفوا مع أصحاب المكتبات سير عملية تزويدهم بالكتب المدرسية والكراس المدعم. حبينا نشوفوا زادة مدى إقبال الأولياء على شراء أدوات المدرسية لأولادهم في الأيامات هذه، وأيضا باش نكتشفوا مواضيع أخرى تتعلق بالأدوات المدرسية اللي تتباع في الأسواق والانتصاب العشوائي، كذلك باش نشوفوا مسالك وآليات توزيع الكراس المدعم. بالنسبة للكتب ثم نواقص في السنة الأولى ابتدائي، تو التلميذ مشيت كل يقرا يدخل من نهار الأول الكتاب قراءة ما عندوش، شو معناتها تو سلام؟ أنا زينا مقيدين 100 كتاب ما ثمش. تحذيرات العودة المدرسية المفروض للمكاتب راهي خذات الأدوات نتاعها الكتب وراهي اكتملت العناوين. رزقني لطفي مكتبة المعارف معناتها العالية. الدليل هاو قدامك يعني كلها معظمها مش ما ثميش. يعني سمح الورقة هذه الليستة هاني كتبتها تو معظمها يجي 7 أو 8 عناوين ما ثميش. عناوين ما ثميش. نتاعنا سنوات. السنة خاصة السنة الأولى قراءة عندها قديه ما ثميش. عندك الفيزياء السنة الثانية ما ثميش، عندك الفرنسية الثانية ثانوي ما ثميش. عندك برشا حاجات من موجودين ما ثميش، إيقاظ السنة الخامسة ما ثميش. انجليزي سلسه ما ثماش. الولي كي يجي ياخذ ولده باش ياخذ معناها الادوات نتاعو، اذا يلقى عنوان بركه ناقص يخليها ويمشي. في الموسم هذايا ثم غياب عديد العناوين يعني بشكل واضح. ثم مرات تجي ثم 13 عنوان، مرات 25، يعني في نفس الاسبوع غياب كبير للكتاب المدرسي. شنو العناوين تاعنا السنوات؟ مثلا السنه الاولى ابتدائي كتاب القراءه ما توفرش تقريبا، توفر بكميه محدوده جدا في الايام اللي فاتوا. في السنه الرابعه كتاب الرياضيات، السنه الخامسه كتاب الاكتيفيتي الفرنساويه، السيزيام كان كتاب القراءه مش موجود وبعد توفر، السنه السابعه برشا عناوين كيف كيف. سكوندير خاصه سكوندير التخصص جيستيون ايكونومي للاسف برشا عناوين تمشي 4 أو 5 مرات باش وما ثماش معناتها. كراس مدعم تقلقك انك انت تمشي ما تلقاش كراس مدعم؟ بالطبع يجيني كمواطن يقول لك اعطيني كراس مدعم. يعني مثلا نمشوا للمؤسسه نحن الجرسيسيه اللي يبيعوا الشركه اللي يبيعوا تطلب 3000 كراس يعطيك 1000 كيما 24 طلب 4000 كراس اعطوني 1000 تهزي 1000. الاشكالي كراس المدعم قاعدين تاخذوا في حصتكم؟ ما ثمش كراس مدعم، مدعم تمشي للمزود يعطيك يقول لك تاخذ كما نقولوا 100 مدعم و100 سيبير. تسمى بيع مشروط هذا؟ اي تسمى بيع مشروط، شو باش تعمل هذاك هو؟ غير قانوني. غير قانوني، تو انت ما دام تطلب كذا كذا، لان لو وفرت له الدوله هي راه ممكن ما كانش يعمل لك هكا. قد يكون زاد تقسيم من الدوله. الدوله تقول لك وفرنا الكميات والكميات. ما ثمش الكلام ياسر. احتكار وثم. لا اخويا اسمعني، تو الكلام راهو الكلام ياسر. الدوله تقول وهذاك يقول لك انا ما وفرتليش الدوله. انزل الميدان وشوف انت، انزل ما كنت تقول مثلا انزل الميدان وشوف. شوف تلقى مثلا كما يقولوا فيه الكلام تو تلقاه عكس الكلام يقولوا فيه. ثم حاجه اخرى هي الاسواق تعبت بالسلع الامبورتي نتاع الجاي من برا من الجزائر وخير. الاسواق معبيه. الواحد مش يجي كان تعرف كتب وكراس في عم بيه الأدوات كلها قاعدة تخرج برا. المحافظ كذلك نصابة أكثر من المكاتب، ولهذا والله القطاع هذا يرى ما عادش فيه في صعوبات. بالنسبة لنا ناوية هذه خدمنا في السبعينات أو الثمانينات، ناورث على بي في الستينات في الثمانينات في التسعينات خير من طول فيه. وين فانا مكتب هذا فانا جاهز؟ بوحاجة وبيك عاجة. مو عندنا سوق نهار الأربعاء تجي مهمش ياسر نصابة ياسر تجيب الادوات تجيب المحافظ تجيب حتى الكراسة كل من برا وين كذا. ولهذا نطلب من وزارة الدولة يوفرون الكتب ويوفرون المراقبين على هالجهات تنصب. للاسف اللي هي احنا انا حسب رايي الناس تخدم على رواحها وقسم الناس كل تاكل خبز، لكن ثم ديزارتيكل ما كانوش موجودين في السوق هذايا ولاو موجودين، تلقى الطباشير تلقى اللوحه تلقى ثم حتى الرام ثم الكراس 5x5 ثم يعني حاجات بصراحه نتاع مكتبه مش نتاع برا. وزاره الصحه حذرت من برشا ادوات مدرسيه تنجم تكون غير صحيه معاه. والله بالنسبه للادوات خاصه مثلا المرتبطه بالبلاستيك مثلا القوم القواش الاصطناعات الكيميائيه بصفه عامه هذوما ديما فيهم مشكل. علاش؟ خاطر نجم يكون فيها مواد سامه الله يقدر، وهذا يمثل خطر بالنسبه للصغيرات.
وك تشوف معناتها بالنسبه للعوده المدرسيه فيش الحقيقه المكاتب قاعده ثم كان اكل الانتصاب الفوضوي معناتها البرة يقلق قياس المكاتب لا دوائر يعني تلقاها على في الاسواق الاسبوعيه موجوده ما نعرفش منين جت معناتها منين بنا نحن نخلصوا في كما نقولوا فيها في الضرائب وحد شيء اما تجي تشوف في الاسواق معناتها انواع الكل الكتب ما يقولش كيفاش جباها لانها موجوده من المركز البيداوي ما يقولهاش حل ما يقول حل تو يبداو يجيبوا فيها فهمني هذا هو المحافظ عندك رخيصه ولا غالي ولا توصل 300,000 والله بالنسبه لنا احنا المكتبات المتوسطه والصغيره ما سامح وين مكتبتك في صبيخة انا في صبيخة يبيك بارك الله فيك معناتها في المتناول مع المساعده ثم مشكل كريدي حقيقه اللي كان يحكي عليها الزميل مشكل الكريدي هذا يعيق المكتبات على خاطر ثم شكون مثلا ظروفها الماديه والدخل نتاعه ما يسمحش باش يغطي كافه النفقات نتاع الملابس ونتاع الادوات ونتاع المحافظ وكذا يضطر اما باش يجيك لسداد الدين المتخلد معناتها ويحاول ياخذ من جديد وهذا على الاقل افضل وثم شكون يتخلى يمشي لواحد اخر وثم شكون يلتحق بك السوق الاسبوعيه السوق الموازي هذه تقييمك للمواطنين تو مثال كما اليوم 13 شريت الناس جات وتحب تشري ولا مازال 70% مازلت ما شريتش انا متاكد اللي 70% ما جاتش فهمني فهمش والقدره الشرائيه المواطن تدهورت المواطن المسكين ما عادش عنده حتى شيء تشوف جايح كورونا ولا ما جايش المواطن اندرا وين يمشي بالله يمشي للملابس نتاع باش يلبس صغار وماشي يمشي للكتب وماشي يمشي الحقيقه يا ربي ان شاء الله يلطف بينا وكا هو مشكور راس الكريدي خلينا من تعملوا مازلت ما خلصتش اقسم بالله من عملوا الاول تعملوا اقسم بالله تولوا خلصوا مجموعها هكاك خداش تقريبا ودي فيها فوق ال 5000 دينار والله فيها فوق ال 5000 دينار فيها موجوده ويعرفوني في الاهلينا غادي ويعرفوني يجوني حتى ما عندوش يهز ويعاود معناتها ويخلص بشوي بشوي وخليها على ربي وكا ربي يخلص الحال وكا قبال المواطنين تو قاعدين المواطنين يجيو يشريو ولا مازال والله القبال نجم نقولوا متوسط وثم حتى كيف يجي مواطن ثم اللي عنده ثلاثة ولا أربعة صغار ثم شكون يقضي حتى يقضي الواحد ولا يقضي الاثنين يخلف واحد ويخلف واحد آخر وأكثر من هكا يحاول ما ياخذش كل شيء مثلا خاطر ثم غلاء حقيقة معناتها الأسوام زادت ولا غالية كمجموعة؟ لا ثم زيادة موجودة زيادة ربما الكراس هو في عام الأول في الموسم اللي فات 2020 زاد بعد الرونتري ثم زيادة ب 7% ولا أكثر الزيادة هذيك ربما عام الأول ما تأثرش بها الحريف والمواطن والولي بصفة عامة ولكن أثناء أثرت بالإضافة للأدوات الأخرى خاصة المرتبطة بالبلاستيك من أدوات هنسة من القواش كذا المرتبطة بالصناعات الكيميائية هذيك كلها شهدت غلاء كبير بصراحة كيفاش تشوف قبل الناس العائلات امكانياتها بدات تشري مازالت السنة لا مازالت علاش عطلوهم الناس عملوا وعطوهم اعانات قاعدين مبيتين يستنوا في الاعانات وعطوهم 300,000 قاعدين لاهين فيهم وثم اشاعات قاعده تدور اللي هي المدارس مش يعاونوا الجمعيات اللي يلموا على هذيك قاعد الناس ما عندهاش في بالك فيه يستنوا كان بعد شهر 20 يوم يمصمص كان مثلا مشي يرجع المكتب يا يكردي يا يسلف يا يبيع هذه رسالة تحب توصلها ربما أنت هكا حاجة تحبها تتصلح ولا؟ والله نحبوا تصلحنا القطاع هذا يقفلوا شوي يوفروا لنا الكتب ما يقعدش بعدها بدرجة في الجمعة يجي مرتين تو كل مكتبته وكل ناس قد يوفروا لنا الكتب يوفروا لنا الكراس المدعم ويعملوا شوية رقابة على الأدوات والمحافظة قاعدة نصب بها الناس في الأسواق. رسالة ولا حاجة تحب تقولها؟ والله رسالة إن شاء الله بلادنا إن شاء الله تمشي في الطريق الصحيح إن شاء الله المواطن تتحسن ظروفه المادية ومعناتها إن شاء الله صغيراتنا يتفردوا ويلقوا مستقبل باهي لأن التعليم حسب رأيي التعليم هو العماد اللي تقوم عليه التنمية في أي بلد قبل كل شيء التعليم لازم يكون هو الرسالة اللي ان شاء الله كل واحد يتمتع وما يتحرمش الفقير والغني والكذا وثم رساله اخرى ثم يد مساعده نشوف فيها ولاحظوا فيها ثم شكون يجيب صغير يقضي له ثم شكون يبعث توصيل ثم شكون كذا هذا مهم جدا هذا التضامن والتضامن عفوي في اغلبه ثم ربما جمعيات ثم كذا لكن نلاحظ ان ثم مواطنين الحق يقفوا مع اخوانا المواطنين الاخرين على الاقل في الظروف الصعيبه هذه وفي ظل 8 ساعات على العمل في نتاع متاثر بالازمه الصحيه وكذا وان شاء الله الريو بلادنا من حسن الى احسن وان شاء الله تستقر امورنا وان شاء الله احسن.